مساء الخير، مساء الفرح، مساء السعادة على أحلى ناس مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم من يجدها. مساء الخير يا نانسي. أهلا بيك يا ميرفت، وأهلا بكل مشاهدينا اللي متابعينا ودايما بيتفرجوا علينا في من يجدها. الحقيقة النهاردة هيكون معانا فقرتين. الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن الصحة النفسية لولادنا، خاصة إن احنا خلاص قربنا من امتحانات الثانوية العامة، والفقرة الثانية هنتكلم فيها بقى عن كل اللي يعني هتهم كل ربات البيوت اللي بيشوفونا والستات الجميلة واللي بيحبوا الطبيخ وبيحبوا الأكل. هيكون معانا النهاردة فيها فطير مشلتت سواء حلو أو حادق، وكمان هنعرف فيها طريقة عمل المشمشية. بس هنكلم من دلوقتي وفي بداية الحلقة عن الفقرة الأولى. هتكون إيه ميرفت معانا؟ الفقرة الأولى عن امتحانات الثانوية العامة، عنق الزجاجة زي ما بيقولوا. كل البيوت بعد 10 أيام الحقيقة امتحانات الثانوية العامة، فهتلاقي فترة استعداد، فترة قلق، فترة توتر. الأمهات طبعا، وبالأخص خلينا نقول الأمهات، يمكن الأبهات يعني الحقيقة بيبقى عندهم كده سلام داخلي أكتر بالزبط. لكن بالنسبة لربات البيوت أو الأمهات دايما تلاقيهم في توتر. والحقيقة التوتر ده هنعرف النهاردة هل فعلا توترنا احنا بيعمل توتر كمان لولادنا ولا لا. لكن مع هنعرف حاجات كتيره جدا مع ضيفنا اللي بيشرفنا. هيكون مين معانا النهارده؟ عشان كده خصصنا فقرتنا النهارده، وهيكون معانا الدكتور مجدي انور، دكتوراه في الصحه النفسيه واستشاري العلاقات الاسريه وتعديل السلوك. اهلا بيك يا دكتور، ومنورنا في الاستوديو النهارده. اهلا وسهلا بيكم والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. الحقيقه زي ما قلت 10 ايام كده، والحقيقه بيبقى اصعب 10 ايام في السنه كلها. بيتمر في البيت على الطلبه وعلى الاهالي. فبس السؤال هنا، هل الاهالي فعلا زي زمان؟ يعني الاهالي برضو في توتر شديد وكده، ولا يمكن الدنيا اختلفت شويه عن زمان؟ لا، هو التوتر مازال موجود، حتى لو نسبته اختلفت بنسبه بسيطه شويه، الا ان التوتر موجود. لان دي ثقافه احنا يمكن تورثناها على مدى اجيال، فاصبح ده اللي بنحطه في قدامنا على اساس انه مفترق طرق بالنسبه للطالب، يعني تحديد مصير. فبنحط دايما سبوت قوي قوي على المرحله دي بالنسبه لفتره ثانويه عامه، لانها صحيح. طبعا بتحدد مستقبل. تحديد مصير طبعا بتحدد مستقبل، فهو امر مهم في كل الاحوال، يعني يستحق ان يتحط سبوت عليه. يعني بما ان يا دكتور ان احنا دايما زي ما بنتكلم عندنا حاجه اسمها فزاعه الثانويه العامه قبل ما نخش على الامتحانات، وبقى واحنا في المذاكره الام تقوم قايله لا في نزول جيم، واللي عنده تمارين مش هينزلها، والزيارات تتمنع، ونبقى عاملين زي ايه، حبس انفرادي كده. حضرتك شايف ده صح ولا بيأثر على الطالب بصوره سلبيه؟ يعني هو جو التوتر اصلا مش مفيد بالنسبه للطفل او بالنسبه للطالب، ومش مفيد كمان بالنسبه للام. فكمبدا اصلا عشان اكون انا عايش تحت استرس وتوتر زي دوت عشان ثانويه عامه، ده مش بيزود تركيز الطالب، بالعكس ده بيقلل التركيز بتاعه. فبالتالي مهم قوي تنظيم الوقت وتنظيم الحياه وتنظيم الذات كمان. الانسان يقدر يكون بيتحكم في افكاره، في مشاعره، في وقته، بحيث انه يبقى ماشي بطريقه منتظمه، فتبقى الدنيا ماشيه بطريقه سلسه. لكن الامور اللي هي بتبقى فوق الطاقه، بتبقى اوفر، الحقيقه ليها تاثير سلبي تماما على الاسره كامله، على البيت كامل يعني. فطبعا مش بيفضل الجو دوت، بالعكس يعني احنا في اخر 10 ايام ما فيش واحد هيلم منهج في 10 ايام. لا يا دكتور بلاش الكلام ده، عشان بيديهم يعني جو اكتر من التوتر والقلق. انا عايز ادي هنا حل، ان في الوقت دوت لو في العشر ايام دول انا بعمل مراجعه سريعه، بحل امتحانات عشان اشوف ان انا وصلت لايه من استيعاب، والاسئله يعني جايه بانهي صوره، ده هيساعدني اكتر ان انا اكون بركز وبسترجع معلومات في نفس الوقت. تمام. فحته تنظيم الوقت مهم جدا، اني ازاي اكون بنظم الفتره دي
عشان أستفيد بكل وقت بلا توتر. فده أمر مهم جدا. ده مشجع إن أنا أبتدي أفكر بطريقة مختلفة. دايما الإنسان في حالة التوتر الذاكرة عنده بتبقى مشتتة فمش بيعرف يركز. فهنا التوتر ما جابليش نتيجة إيجابية، بالعكس جابلي نتيجة سلبية. في حين لو أنا بنظم الوقت بطريقة واقعية جدا بهدوء تماما بريح الذهن، بحيث ان الذهن لما بيكون مشدود ممكن الطالب بيلاقي حس ان هو ناسي. ايوه المعلومات بتهرب اصلا منه بالظبط. لكن كل ما كان الانسان اكتر استرخاء كل ما كان قادر يسترجع المعلومه في هدوء وقادر يركز بطريقه صحيحه، فده هيساعده اكتر على انه يكون يعني حتى الحاجات اللي هو يعني ناسيها هيكون بيسترجعها. لما يكون بيحل اسئله ده هيفتح له افكار جديده، بحيث ان بيشوف السؤال جاي باي طريقه واسلوب السؤال وطريقه الاجابه. فالهدوء النفسي هنا مهم جدا أكيد. عشان اعرف اكون يعني بخطي خطوات مهمه في خلال الفتره الاخيره دي. حياتك بتتكلم عن التوتر والهدوء النفسي، لكن احيانا الامهات وهم شاطرين ومبدعين جدا جدا في الالفاظ السلبيه. اللي ذاكر من زمان، ما انت طول السنه بتلعب، ما انت مش فالح، ما انت معرفش ايه، وتلاقي شويه هي متوتره وخايفه بزياده على ابنها او بنتها، وفي نفس الوقت التوتر ده بيتحول لكلمات سلبيه. فتاثير الكلام السلبي ده ممكن يكون ايه؟ الحقيقه ان الكلام السلبي هو شيء مدمر جدا. يعني في كل الاحوال الانسان لما بيكون اصلا برضو تحت ضغط، لما انا بكلمه كلام سلبي فانا بزود الضغط النفسي والعبء النفسي عليه، فأكيد النتيجة بتاعته هتبقى سلبية جدا. في حين لو أنا بدي للشخص ده الدافع إن هو يحاول يحصل الفترة الأخيرة اللي يقدر يحصله هيبقى أفضل بالنسبة له، فكل ما بدي له دافع إيجابي كل ما هيكون بيرتقي بنفسه وبيحاول يركز أكتر عشان يوصل لنتائج أفضل. وكل ما كان الأعصاب أهدى كل ما كان القدرة على التحصيل أكتر. صحيح. فبالتالي مهم جدا ان الانسان يكون يعني بيقضي الوقت ده بهدوء تماما. فالكلام السلبي هنا نتيجته عكسيه تماما، نتيجته سلبيه. فطبعا لا يفضل لو انا فاشل خلاص انا فاشل وهم عارفين ان انا فاشل، فاوكي مهما هعمل مش هيجيب نتيجه، يبقى خلاص انا العشر ايام دول بقى اعمل فيهم اي حاجه. هو كده انا وصلته للاحباط، وصلته للاستسلام، وصلته يعني دمار نفسي. يعني حتة ان الانسان يوصل للفشل الداخلي ده مشكلة كبيرة، لان الفشل من الداخل مش من الخارج. في حين لو الام بتكون بتتكلم كلام ايجابي مع ابنها او بنتها زي في إيه؟ الفترة دي تقول له يعني ايه يعني؟ اقل ما فيها يلا شد حيلك وربنا معاك وربنا مش هيسيبك وربنا هيساعدك، عملت اللي عليك وانت عملت اللي تقدر تعمله. صحيح. ويعني كويس ان انت وصلت للمرحله دي وانا قابل اي نتيجه، لان هي كده كده خلاص النتيجه. دكتور في حاجه برضو بتحصل ممكن يقول لك انا ابني عارفاه، لما اقعد اقول له انت مش هتعمل حاجه وانت تديله ايه يعني يحس ان هو بيتحفز اكتر، لا انا هثبت لك عكس الكلام ده. يعني كل واحد ليه شخصيه برضو مختلفه، يعني في ناس فعلا الكلام ده بيحبطها، وفي ام تقول لك لا انا عارفه ابني لو قعدت اقول له انت عملت لا هيقعد بقى ويحس ان هو خلاص ما انتخ وان احنا راضيين باي مجموعه لا فيه. فتقول ايه لا انت انا عارفه ان انت هتجيب درجه وحشه، انا عارفه ان انت مش هتبقى يعني فاهم، فهو يحاول بقى يعني ايوه هو يحاول ان هو يبين عكس الكلام ده. هو الجزء ده جزء نفسي برضه، بس عايز اقول يعني اللي بيستجيب للاسلوب ده اقليه جدا. لكن عايز اقول لو انا شجعته هيجيب نتيجه افضل من اني اكون بحبطه بقول له انا عارف النتيجه وان انت ما عملتش عليك وانك ضيعت وقت. الجمله الوحشه اللي احنا دايما كنا بنسمعها واحنا صغيرين ولسه ميرفت قايلاها، اللي ذاكر ذاكر. طبعا بشعة. كلمه طبعا هي صعبه، لكن انا خليني اقول الكلام الايجابي، يلا شد حيلك في الوقت اللي جاي، الوقت اللي باقي مش طويل، فشد حيلك واعمل اللي عليك على قد ما تقدر يعني، وربنا ان شاء الله يوفقك بحسب المجهود اللي انت بتعمله. فالكلام الايجابي هنا هيبقى افضل. يعني احساس الانسان ان الشخص اللي قدامه حاسس بيه ده بيديله دافع ومقدر تعبه، طبعا ده بيديله دافع ان هو يثبت نفسه يكون عند حسن ظن الاخر. صحيح. في حين ان الكلام السلبي اصلا
بيعمل فجوة ما بين ولي الأمر وما بين الطالب، وهي اوريدي موجودة أصلا يا دكتور، يعني في وقت المذاكرة ده بتبقى كلها أصلا بتبوظ العلاقات بينه وبين فعلا فترة مشحونة بالتوتر والقلق، والعلاقة بتسوق فعلا بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها أو بنتها، ففعلا هي اوريدي موجودة. وخليني أقول إن الكلام السلبي دوت أصلا لما يجي الطالب دوت بيدخل الامتحان بيتردد جواه كلام الأم أو كلام الأب اللي قاله له في الفترة دي، فبيبقى كلام مدمر أصلا، حتى لو هو بيتظاهر أو بيحاول يبذل مجهود، هو بيبذل مجهود بس هو من جوه محبط، هو ما عندهوش القوة والدافع اللي يخليه إن هو يقاوم، هو ذهنه اتشد أصلا. طب ما يا دكتور ممكن يكون ابني مثلا فعلا ما ذاكرش طول السنة، فأنا لو هقول له انت عملت اللي عليك، انت ما عرفش ايه، واقول له كده، طب ما هو حاسس ان انا بقول كلام غير الواقع، فالمفروض في الوقت ده برضو الكلام يكون ازاي؟ بلاش اقول له عملت اللي عليك، هقول له انتهز الفترة الأخيرة دي، الفرصة الأخيرة ليك. اما انا مش برضو مش هكذب على ابني، مش هكذب على ابني ومش هكلمه كلام مش واقعي، لكن ممكن اقول له خلاص حبيبي الوقت اللي باقي مش كتير، والوقت ده مش هتعرف تعوضه لاني خلاص الوقت كده عدى، فيلا شد حيلك، اللي جاي يعني فترة بسيطة قوي محتاجة منك أقصى جهد. هنا لو قال، لو الأم بتحاول تدي دافع لابنها أو بنتها، بتحاول تقعد معاه على قد ما تقدر، بتدعمه نفسيا، بتحاول تديله محفزات للقعدة، حتى لو وجودها جنبه بتعمل له حاجة مثلا يشربها وقاعدة معاه، الكلام ده كله بيدي دعم نفسي مشجع، فبيحس ان هو مش وحده. وبعدين عايز اقول من ضمن الاحباطات لما بيبقى واحد قاعد بيذاكر وحده ومحتاج حد جنبه، صحيح، فوجودها جنبه في حد حتى ذاته، حتى لو مش هتذاكر ولا اي حاجه معاه ولا يعني فاهمه في المنهج نفسه، بس وجودها فعلا جنبه بالظبط، فهنا ده في حد ذاته دافع. فخليني اقول ان الدافع افضل من الاحباط والتفشيل. لا وممكن تقول له تعالى نصلي مثلا مع بعض، تعالى نقرا في الكتاب المقدس مع بعض قبل ما تذاكر، ربنا يبارك في الوقت، فالحاجات دي هي ده حقيقي وهي قاعده جنبه برضو بتشاركه في حاجه مهمه ان هو يعملها. بالظبط، ده مهم جدا، الكلام الايجابي والتشجيع والتحفيز ده امر مهم جدا. صحيح. احساس الانسان كمان ان في حد داعم ليه، ده بيزوده قوه وبيزوده دفعه حتى لو الوقت تضيق والوقت اتأخر. فهنا مهم جدا الكلام الإيجابي يعني يكون مستمر وبيدي كمان دافع للشخص بطريقة صح، فما يعملش حتى حاجز وفاصل بين ولي الأمر وأبوه أو أمه، لأن دي أمور بتستنى الرواسب بتاعتها باقي العمر. طب خلينا دكتور نقول الأم عملت اللي عليها وهدت جو البيت والدنيا بقت تمام قوي في البيت، بس الطالب بنتي او ابني حاسين بتوتر ليه؟ يعني طول الوقت يقولك دي السنه اللي هتحدد مستقبلي، دي الدرجات اللي هيبقى على اساسها الكليه اللي انا هخشها اللي هشتغل بيها بعد كده، فازاي اقدر بقى انا كأم في البيت اهدي ابني نفسه متوتر بعد ما انا ابتديت فعلا اتمالك واعمل كل الكلام اللي حضرتك بتقول في الوقت دوت؟ انا محتاج برضو اقدم دعم نفسي لابني او بنتي، اقول له ان ده مستقبلك في ايد ربنا، لو انت بذلت اقصى جهد عندك وربنا عارف كده، ففي الوقت دوت ربنا هيكافئك ويباركك بحسب مجهودك وبحسب كرمه. فانت عملت اللي عليك، مفيش داعي للتوتر لان التوتر هيجيب نتيجه سيئه. لما بتفاهم معاه بطريقه يعني واضحه هيكون يعني نفسيته اهدى. يمكن كنت عايز انوه برضو عن حاجه في الطريق، لما كنا بنتكلم عن الكلام الايجابي وما كانش بيذاكر، مهم قوي ان ولي الامر لو شايف ان ابنه مش قادر يذاكر او مش بيذاكر فاكيد هو عنده مشكله. فليه انا مستني لغايه اخر 10 ايام عشان اقول ان في مشكله انه ما ذاكرش؟ معنى ان هو ما كانش بيذاكر معناه انه مش قادر يحصل او عنده مشكله ما. طب ما ابحث ايه المشكله اصلا؟ يعني قد يكون ابني دوت محتاج اصلا يا اما دعم نفسي يا اما في مواد هو واقع فيها، يبقى عنده مشكله في التركيز، عنده مشكله في ادراك، عنده مشكله في ذاكره. المفروض ان اعرف مشكله ابني ايه اصلا في وقت بدري عشان ما اجيش لل10 ايام ده اقول له انت ضيعت الوقت. صحيح. فانا اسال نفسي كولي امر ساكت ليه؟ بالظبط. فمهم جدا ان انا اشوف مشكله ابني من البدايه، مش اشوفها في اخر 10 ايام واحاسبه على اخر 10 ايام. صحيح. ده جزء مهم. طب. يعني
السنة جريت وفضلش غير 10 أيام. فالطالب بيحس أنا عايز أوصل الليل بالنهار، أنا عايز أذاكر مش بس 24 ساعة، أنا عايز كمان 24 ساعة اليوم. وبالتالي طب إيه اللي يخليني صاحي طول الليل والنهار؟ أنا هشرب منبهات بقى كتير، نسكافيه، قهوة، شاي طول النهار والليل علشان يبقى فيه وقت أكبر وأنام كم ساعة بس. خطورة المنبهات في الوقت ده على الطلبة أكيد بتأثر جدا على التركيز وعلى الاستيعاب وعلى القدرة على التخزين، التلات حاجات كمان. كل ما كان المخ يقظ كل ما كان قادر يستوعب، حتى يعني في أيام الدراسة طبيعي، لو أنا قلت أني بتبقى فترة الدراسة الحصة بتبقى مثلا 45 دقيقة ولازم يكون في 5 دقائق فاصل، الذهن لازم يفصل، فده شيء مهم جدا. فحتة ان واحد يجي في اخر وقت عشان يطبق ليل بنهار ويشرب منبهات والكلام ده كله، ده كله مش ايجابي خالص، مش ملوش لازمة. تأثيره يا دكتور كمان على الذاكرة وعلى التركيز بيبقى اكيد، وتأثيره على الاعصاب نفسه بتاعت الأعصاب الشخص نفسها. المنبهات في حد ذاتها لما بتكون زيادة بالنسبة للانسان بتعمله حالة توتر اصلا، وممكن يحصل له زي فقد للذاكرة كمان. بس يا دكتور في برضو حالات اللي هو الظهر زحمة البيت وعنده أطفال ممكن يكون صغيرين إخواته، أو مش بيلاقي الجو المناسب في الظهر، فأنا هنام طول النهار وهسهر طول الليل بقى في هدوء والوحدي والبيت ساكت وسكون كده، وأنا هركز أكتر بالليل. تغيير الساعة البيولوجية، يعني أنا ليلي نهاري ونهاري ليلي، ده برضو ليه تأثير سلبي؟ ليه تأثير سلبي طبعا، لأن أصلا المخ بيفرز مواد بتساعد الإنسان أصلا على أنه يتخلص من السموم اللي موجودة في أثناء النهار بيتخلص فيها بالليل. مادة كورتيزون اللي بيفرزها المخ بيفرزها بالليل مش في النهار. صحيح. فاللي بيقلب الليل بالنهار هيقوم في النهار جسمه مكسر وتعبان ومش فايق ومش مركز ومجهد. فطبعا ده شيء خطأ جدا. فتنظيم برضو الحياة وتنظيم الوقت مهم جدا بالنسبة للطالب، ان ازاي ينظم وقته وما يقلبش الليل بالنهار وما ياخدش حاجات كمان منشطات او محفزات للذاكرة، لان ده بيبرجل الساعة البيولوجية وبيبرجل كمان التركيز بالنسبة للطالب. بس ممكن ناخد فيتامينات. الفيتامينات والحاجات الفريش ودايما الطبيعية افضل في كل الاحوال حتى من الفيتامينات، فلو بياخد حاجات فريش بتبقى بالنسبة له يعني افضل. الخضار الفاكهة ده مهم جدا، نهتم بالأكل الصحي كمان في الفترة طبعًا دي، والحاجات طبعًا زي السمك والبروتين اللي بتقوي الذاكرة وبتشغل الوظائف الحيوية في الجسم عامة. بالظبط يعني كده، عندك عين الجمل مثلا، العسل، النحل، يعني الحاجات دي كلها مفيدة جدا، والأسماك طبعا والجمبري والخضار والفاكهة كل ده مهم جدا عشان يبقى الإنسان صحته سليمة. أحيانا الأم تبقى عايزة تبسط ابنها أكتر وتروح بالتليفون كده وتجيب له وجبات سريعة، أصل هو زهقان، أصل هو ملوش نفس يأكل، فأنا خلاص هفتح نفسه بالأكل اللي بجيبه له من بره. بتحصل يا دكتور الحقيقة. بيحصل طبعا. وبنلاقي في الآخر الطلبة يعني زيادة 10 كيلو بعد الامتحانات. وكمان يعني نسبة يعني المواد الدهنية في الجسم بتعمل خمول في الجسم، خمول في الكبد، وبالتالي خمول في التفكير والعقل يعني. فطبعا ده مش محبذ الوجبات السريعة، لكن المحبذ يكون الأكل الصحي اللي بيدي طاقة بيدي نشاط وبيساعد على التركيز في نفس الوقت. بما ان يا دكتور اتكلمنا عن الاكل، يعني في ناس تقول لك ما تذاكرش بعد ما تاكل على طول، ده حقيقة عشان ده بيأثر مثلا تديك عدم الدم متخزن في المعدة عشان يتخلص من كم الاكل اللي موجود، فبالتالي الانسان لما بيكون يدوب واكل كم الدم اللي موجود في المخ اللي بيوصل للمخ اقل، لان الدم كله متجمع في المعدة عشان يتخلص من يجي يذاكر الحاجه اللي هو عارفها يلاقي نفسه مش فاكرها اصلا، انا نسيت او مش عارف يركز او نعسان مجهد مش يعني مش في حالته الصحيه السليمه. يعني تقريبا ممكن يا دكتور يبتدي مذاكره بعد الاكل بقد ايه مثلا؟ يعني مش اقل من ربع ساعه نص ساعه. تمام. ده حتى الدكاتره بتقول الواحد ما ياخدش شاور بعد الاكل على طول، لان الدم كله بيروح بيتشال من الاطراف وبيروح للمعده، فممكن الانسان يحس ان هو بالخموط في الدوره الدمويه. صحيح. طب يا دكتور عايزين الروشتتين، واحده للام والاب في البيت، ازاي انا استقبل الفتره الجايه دي وانا هاديه وكل يعني تركيز مع ابني، والروشته الثانيه لابني اللي في الثانويه العامه او بنتي يعمل ايه ويرتب يومه ازاي ويهدي نفسيته ازاي؟
لو أنا اتكلمت للأم والأب، الحقيقة ليهم دور أساسي وعامل أساسي جدا، التحفيز، التشجيع، الكلام الإيجابي، البعد عن التوتر، البعد عن الضغوط النفسية، البعد عن شدة الأعصاب، البعد عن الصوت العالي، التجهيز الوجبات اللي تكون مفيدة للطالب بحيث تساعده على غذاء سليم. طبعا جو البيت يكون في سلام، في محبة، في هدوء، ده أهم شيء بالنسبة للأم والأب يعني. طب قبل ما نروح لروشيتا التانية ناخد ألو ونقول ألو لأستاذة إيمان من الجيزة. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك، عاملة إيه؟ تمام. أنا بمسي على حضرتك وعلى الدكتور مجدي. تفضلي سؤال حضرتك. أنا ابني ثانوية عامة، هو كان بيذاكر في أول السنة كتير جدا، بس جي من شهر 4 لغاية دلوقتي ما فتحش كتاب، وعنده ضغط نفسي جامد اول ما قرب الامتحان. هو شاطر وكويس، بس دلوقتي طلع لي قرار جديد بيقول لي انا مش هدخل الامتحان الثاني. انا عايزه اقدم لان انا مش مستعد، فانا اتعامل معاه ازاي واقول له ايه؟ طب في اي ظروف طرقت عليه في البيت يعني من شهر 4؟ ولا اي حاجه، لا مفيش خلافات، مفيش مع اصحابه، مفيش حد اداله كلام، مفيش اي حاجه ضايقته ولا اي حاجه. هو فجاه كده طلع لي بالقرار والامتحان فاضل عليه وقت قصير. ايوه. انا مش مستعد ادخل السنه دي، مع انه هو كويس ومستعد وبيذاكر. بس ما اعرفش هو خد قرار مع نفسه، انا مش عايز يكلم حد ولا حد يكلمه ولا انا ولا باباه، وما فيش اي حاجه خالص، مش عايز يدخل السنه. تحب تسالي سؤال؟ اتعامل معاه ازاي؟ تمام، انا بشكر حضرتك. لو انا دخلت ايوه انت اللي هتبقي السبب، لو ما جبتش مجموع يعني كمان بيجيب بيجيب المسؤوليه على حضرتك لو دخل وما جابش مجموع. طب حضرتك من شهر 4 لما هو واقف مذاكره، ما كانش فيه اي يعني مثلا استشاره لمثلا المدرس بتاعه ان هو يتكلم معاه يحفزه؟ تعرفوا ايه السبب ان هو مش عاوز يذاكر بقاله شهرين؟ كان كويس خالص وحلو. انا بطل، مش هقول اكيد ضغط وخلاص وهيستنى اسبوعين مثلا وهيرجع تاني يذاكر، كل ما اقول هيذاكر وهيرجع تاني. تمام. لما خلاص بقى لقيت الوقت قذف، يعني من اسبوعين قبل دلوقتي كمان، فبكلم معاه انا اخدت قرار خلاص. تمام تمام، سؤال حضرتك وصل، انا بشكرك يا استاذه ايمان، وحالا دكتور مجدي هيجاوب على حضرتك. هو طبعا يعني هو محتاج دعم نفسي، لان هو كان بيذاكر لغايه شهر 4، فمعناها ان هو اجهد جدا. وشهر 4 تقريبا تعتبر المناهج خلصت، فالفتره دي هي فتره انه بيراجع على المنهج اللي اخده. فهو محتاج بقى هنا دعم نفسي، لان العشر ايام دول يعملوا ايه سريعا؟ يعني الام تعمل ايه؟ يحتاجوا طبعا دعم نفسي ليه وتشجيع وتحفيز. من مين؟ من الاب ومن الام. طبعا انا مش بفضل ان هو يكون بيضيع السنه، الا ان لو ده قراره النهائي عشان ما يحملش مامته المسؤوليه تسيبه براحته. ما فيش مشكله حتى لو ضيع صعب سنه. صعب يا دكتور. هو طبعا معلش انا كأم يعني انا حاسه بمدام ايمان صعب ان انا اقول لابني اوكي لا بلاش وما تدخلش امتحان، خصوصا ان هو بيذاكر من اول عشان السنه. عشان كده انا قلت ان هو محتاج دعم نفسي، اني اقول له لا انت ذاكرت لغايه شهر 4، يلا راجع في الفتره دي، لكن انا مش عايز اضغطه نفسيا لغايه ما ينهار، لان في ناس بتوصل في المرحله دي لمرحله انهيار. انا بقى لو لقيت واصل لمرحله انهيار لازم اكون بتوقف. تمام. لان هو يعني ابني في الوقت ده اهم طبعًا من طبعا. الروشيتا الثانيه الروشيتا الثانيه بالنسبه للطالب بقى المفروض يكون بينظم وقته، بيهتم جدا انه يحل اسئله وامتحانات، مش بيذاكر ولا بيراجع على قد ما بيحل اسئله وامتحانات، مع تنظيم الوقت وتنظيم ظروفه اللي هي بيستعد بيها بقى للامتحان عشان يدخل مهيئ، يحافظ على نفسه او ما يتوترش، وما يحاولش يكون في اي صدمات مع اللي في العيله، بحيث انه يعني يكون قادر يكون بيتحكم في نفسه في مشاعره في اعصابه، فيبقى كل تركيزه في مذاكرته. تمام. ينظم يعني نومه وصحيانه واكله وشربه
عشان لما يدخل الامتحان ما كمان ما يحصلش ارتباك في الساعة البيولوجية. نتمنى كل التوفيق لأولادنا الحقيقة، وهي سنة مهمة قوي وسنة فاصلة في حياة أي طالب. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور مجدي أنور، دكتوراه في الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية وتعديل السلوك. نورتنا. شكرا ليك. نورتنا دكتور. شكرا لحضرتك جدا. شكرا للسادة المشاهدين. يا رب يكون كل أم وكل أب بيشوفونا يعني يقدروا يتعاملوا مع أولادهم في الفترة الجاية بهدوء، وكمان نقدر نحفزهم وندعمهم كويس قوي، وإن شاء الله تعدي الامتحانات، ونتمنى النجاح لكل طلبة الثانوية العامة. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا أكلة هي الفطير المشلتت الحلو والحادق، وإزاي كمان تقدري تعملي طريقة المشمشية. بس خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني. بس بلاش للثانوية العامة.